شمس شميشة، كيفاش نستافدو من الشمس؟ لأنه ضرورية للصحة ديال كلالة، للصحة ديال العظام، للصحة ديال الشعر ديال البشرة، وكذلك للصحة النفسية. وغادي كذلك نشوفو كيفاش تسهروا على الحصول على وقاية كاملة للبشرة، للشعر، للأطفال من ضربات الشمس ولا ساعات الشمس، مع الخبراء المميزين ديالنا خبيرة جميل والمكياج محبوبة صفاء بوجناح. صباح الفل. صباح الخير محبوبة بعد الحمد لله. أكيد. صباح الخير سناء، صباح الخير دكتور عماد، وصباح الخير شاب الزينة. صباح النور، صباح الورد. وصباح الفل دكتور عماد. صباح الابتسامة وتفاؤل اختي سناء عليك ولا شاب زينة. دكتور عماد ميزاب دكتور الصيدلة والمختص في العلاج وفي تداوي بالأعشاب. ومنين كنتكلموا على الشمس، بزاف ديال الأمور اللي كيستعملوها السيدات دابا في الصيف مع الشمس أو من بعد الشمس، حيت ملي كنهضروا على الشمس كاين لافون لابخي، كاين ما قبل وما بعد، تعرضوا للشمس وأثناء وكاين أثناء. فاليوم أي سؤال عندكم على الشمس مرحبا بكم. الوقت ديال التبحار اوكي، وكتبدا كتسمع دير بطاطا، دير مطيشه على ساعات الشمس، دير مجموعه من الزيوت من الاعشاب الحامض محكوك. واش هذا الشيء عنده فعلا منفعه او لا؟ فاكيد ان هذا الشيء في بعض الحالات كيقدر يكون عنده منفعه الا استعملنا بعض المواد اللي كتكون طبيعيه 100%. حاجه واحده اللي كتمكن تكون عندها المنفعه هي الا خدينا مثلا الزيت ديال الارغان، كنا هضرنا عليها بزاف ديال المرات. فالارغان فيها مواد اللي كيتسمى فوتوسنسيبل، يعني مهيجه لاشعه الشمس، وكتخلينا اننا ناخذ داك لو برونزاج ذهبي او قمحي، فما عندناش مشكل. ولكن ملي كنوليو كنهضروا على الحامض، كنوليو كنهضروا على الحامض والجزر مثلا وزيت الزيتون، فهنا يمكن يأثر لينا على البشرة ديالنا، يعطينا يرفع لينا من درجة الحساسية. يمكن كذلك الحامض أنه يحرق لنا الجلدة ديالنا ويعطينا واحد الحروقات من درجات مختلفة، في بعض الحالات كتوصل الحريق من الدرجة الثانية. وحتى إذا استعملنا مثلا في بعض الحالات كما ذكرت أختي سناء، أن الإنسان مثلا كيكون عنده حمرار وكيمشي كيدهن مطيشة، كيقول لك حقارة مطيشة، كيمكن تحيد لنا الحروقات، ولكن هذا غلط، لأن المطيشة كتعتبر من المواد اللي يمكن تسبب لنا حساسية وتسبب لنا واحد المضرة في البشرة ديالنا، وخاصة ديك البشرة اللي كتكون كتعطينا الحماية، فهنا يمكن نزيدوا من المشكل ديال الحروق، فهنا نتجنبوا بحال هذه المواد هذه. وكما قلنا المادة الطبيعية الوحيدة اللي يمكن نستعملوا هي زيت أرغان الجميل، فأنا كنرشحها أحسن حاجة. أنا اليوم بغيت صفاء إن شاء الله تقدم لكم مستمعاتنا أهم النصائح. أنا وحدة منكم يعني الصيف كنلقاو في المحلات المتخصصة بالجمال وبالجميل وبالمنتجات والكريمات وغيرها العديد من لي برودوي اللي كتقول لك هذه ما قبل الشمس، هذا سيروم أو كريم سولير لوقاية الشعر، هذه لوقاية البشرة، هذه لوقاية الوجه. فأكيد لالا أنت بعض المرات كتحيري شنو تختاري، شنو فعلا المنتوج اللي غادي يفيدك واللي أساسي خلال فصل الصيف. غادي نشوفوا إن شاء الله أيضا كيفاش البشرة تحاربوا فيها الجفاف والنشوفية وتقشار من بعد التعرض للشمس. صفاء راها محضرة لنا نصائح رائعة جدا. كما كنا ورينا كيفاش نتعاملوا مع البشرة ديالنا في أثناء فصل الشتاء، فحتى فصل الصيف عفوا عنده شنو نقولوا العادات ديالو، عنده العادات ديالو الروتين الخاص به. أولا عندنا واحد العادات اللي هي سيئة، اللي كنعتقدوا بأنها هي صحية وهي ماشي صحية، هي السيدات اللي مثلا كيبغيو يعطيو واحد اللون بسرعة، ولا ان برونزاج اللي هو مثلا غامق بزاف ويمشي بطريقه صحيه، كمثلا تجنب استعمال الواقي الشمسي. راه خاصنا نستعمل الواقي الشمسي واخا بغينا نديروا البرونزاج، خاصنا نعرفوا بان يعني كثره التعرض لاشعه الشمس يمكن ما غتبانش لكم في السنه الاولى، السنه الثانيه كتقدر الله يستر تعرض البشره ديالنا والجلد ديالنا والجسم ديالنا للسرطان، نوع من انواع السرطانات. ان البشره ديالنا كتشرف كما كنقولوا دغيا، ولا كتظهر فيهاش معالم الشيخوخة. يعني أنا من الناس اللي كنبغي مثلا نعطي لون ذهبي للبشرة ديالي، خصوصا الوجه ديالي، وأنا ما نكذبش عليك أنا غير كنتفكر بأنه يمكن يكون عندي مشكل ديال أنني دغيا البشرة ديالي ديال تولي كما كنقولوا فيها الشيخوخة، فكنتجنب. نقدروا مثلا أننا نعرضوا بلوس الجسم ديالنا على أننا نعرضوا الوجه ديالنا، فكنصح السيدات أننا البشرة ديالنا ضروري نديروا لها واقي شمسي،
والواقي الشمسي يكون يعني العامل ديال الحماية ديالو يكون طالع. احنا كنعرفوا بأن الواقي الشمسي كيبدا من 25 كاين 30 كاين 50 وكاين حتى 100% يعني كيكون 100% دو بروتيكسيون. الغلط اللي كنديروه هو ملي كنديروا الواقي الشمسي كنديروه شويه وكنبقاو كندخلوه في البشره ديالنا بحال ما درنا والو. هو خصوصا ملي كنكونوا غادي مثلا البحر ولا لابيسين ولا اي مكان فيه اشعه الشمس بزاف كنديروه بانكوش ولا طبقه اللي كتكون هي غليظه باش كنحميوا البشره ديالنا. خاصنا نجدوا الواقي الشمسي كل ساعتين سنه كل ساعتين لان كيمشي المفعول ديالو بعد ساعتين. فما يمكنناش نديروه ونخليوه النهار كامل نقولوا علاش ولا فيا ليطاش ولا علاش فوالا. هذه بالنسبه للبشره ديالنا. نجنبوا نستعملوا كريمات اللي هي مثلا او دي زويل برونزونت اللي هي خاصه بالجسم ونديروها في الوجه ديالنا. نجنبوا هذه القضيه راها خايبه بزاف. كاين واحد الماده اللي سميتها كاين اللي هذاك يعني الويل سولير ولا المنتوج ديال الشمس كتستعملوا حتى في الشعر ديالها. انا عاد غنتكلم على الشعر حيت كاين الشعر حتى هو واحد خاص دي بريكوسيون خاص واحد الحمايه احتياطات كنا هضرنا قلنا بان كاين واحد الاغلاط كنستعملوهم باش نعطيو دوك الخصالات الذهبيه للشعر. حنا راه كنخرجوا على الشعر ديالنا نكمل غير البشره وغادي ندوز للشعر. الوغ قلنا كاين واحد الكريم ولا واحد غريس ولا شحمه كنسميوها باللغه العربيه غريس دو تريغ. هي مكونه من من, من من كتستعمل من الحيوانات اما من الماعز اما من البقر اما من نعجه. حيت الدكتور عماد في الكوليس قلت لي عافاك شرح لي بالفرنساوي يعطيني بالعربيه باش ما ننساش. فهاد لا غريس وبزاف السيدات راه كيشريوها راه هي كاينه كتسمى لا غريس دو تريغ. هي كتعطي واحد اول مره كنسمعها معروفه كيستعملوها الناس بزاف. غير هي دابا شنو المشكل فيها؟ ما كنصحش السيدات اول مره غادي يتعرضوا للشمس يعني مثلا يلاه بدا الموسم الصيفي ديالهم ويديروها هي الاولى وما يديروهاش الاطفال بعدا ما يديروهاش نهائيا الاطفال تحرقهم الاطفال. كاين عندهم مواد اللي خاصه بهم والاطفال خاصهم ضروري نديروا لهم الواقي الشمسي الخاص بالاطفال وخا يبان فيهم كله بيض الجسم ديالهم يلاه يلاه. ومع ذلك يقدروا ياخذوا واحد يعني ديكو سولير ضربات شمس او ساعات شمس. فخاص ضروري نجدوا لهم كل ساعتين حتى هما نديروا لهم الوجه ديالهم والجسم ديالهم كامل. نعم. ماشي مشكل. الو هاد لا غريس كيديروها السيدات اغلب الاحيان او الفتيات باش يعطيهم واحد اللون اللي هو سريع النهار الاول فهو خطير ويقدروا يتحرقوا درجه ثانيه ولا حتى الدرجه الثالثه. انا ما ننصحهمش انهم يديروه. يديروا زيوت اللي هي خاصه وفيها لا بروتيكسيون اي فيها الحمايه حتى الزيوت ديال البرونزاج كتكون فيها حمايه. وما يتعرضوش لاشعه الشمس من النهار الاول بزاف ويتجنبوا هذيك الفتره ما بين 12 حتى 3 راه هي اخطر يعني فتره كيكون فيها اشعه الشمس اللي هي خطيره. الا كنا مثلا عارفين راسنا غادي نتعرضوا لاشعه الشمس نجنبوا بالنسبه للسيدات اللي كيستعملوا ليبيلاسيون او لازير. ممنوع منعا كليا اننا نديروا له لازير من بعد البرونزاج. خصنا على الاقل شهر لانه راه كنحرقوا الجسم ديالنا. الا كانت مثلا السيده باغا دير تحيد الشعر الزائد بالحلاوه ولا بلاسيخ ما ديرهاش هذاك النهار ما ديرهاش ليله قبل وما ديرهاش من بعد لان البشره كتكون كما كنقولوا طيبه ولا ولا سنسيبل. بالنسبه للشعر ندوزوا للشعر. الشعر بزاف كيغلطوا كيستعملوا دوك لي زويل برونزونت او الزيوت اللي كنديروا بها البرونزاج او الكريمات الخاصه بالبرونزاج للشعر ديالهم كتقول لك غادي يولي ليا شعري مع اشعه الشمس غيولوا فيه خصالات ذهبيه. حنا كنحرقوا الشعر ديالنا زعما بيدينا. كيفاش نحميو الشعر ديالنا؟ كما كاين واقي شمسي للجسم كاين واقي شمسي للشعر. راه كاينين منتوجات. واش دابا بكل صدق وانا كنعرفك تبارك الله عليك دائما كتقولي لنا اللي كاين بتجربتك وخبرتك صفاء بوجناح. واش هاد الواقي الشمسي عنده اهميه ولا هو فقط منتوج تجاري محض وما كاينش شي وقايه؟ لا صراحه انا كاينه واحد الماركه معينه اللي كنستعمل لا عنده كنتحسي بان الشعر ديالك شوف هو سي ان فيلتر كيوقي لك شويه شعرك واني ما غاديش نخليو شعرنا بحال هكاك. انا نعطيك كاين نصيحه واحده اخرى الا بغينا لو ماكسيموم دو بروتيكسيون ولا اكثر حمايه. وملي كنقولوا الوقايه ضد الشمس معنيته انه الشعر ما غاديش ينشف ما غاديش يتحرق فوالا ما غاديش يتقصف. نتجنبوا بشكل نهائي نحطوا بالنسبه للسيدات اللي مثلا كيتعرضوا اللي كيمشيو يسبحوا اييه وحتى الوليدات والبنيات اييه كلشي هادشي على العموم. نتجنبوا اننا الشعر ديالنا يكون عنده كونتاكت ولا يكون عنده علاقه بالماء ديال البيسين اللي كيكون فيه الكلور لانه كيضرب الشعر. والسيدات اللي دايرين لي ليساج
كيراتين وما يشابه، راكم كتخليو شعركم في الصيف وكترجعوا بلا شعر. دونك ما نعرضوش شعرنا كما دايرين الصباغه، كما دايرين ليساج، كما دايرين والو. الماء ديال البحر لان الملوحه الزائده فهي كضر بالشعر ديالنا، والماء والكلور اللي موجود في الماء ديال المسابح حتى هو كيضر بالشعر ديالنا. كيفاش غادي نحميوه؟ الدراري الصغار والبنات الصغيرين ندير لهم دوك لي بوني ديالهم اون سيليكون ولا بالثوب الخاص بالماء. السيدات نقدروا نستعملوا دي شال ولا دي زيشارب، يعني فولارات دريرات كيكونوا كبار وكيكون اللون ديالهم كلير فاتح، ماشي غامق، لان اللون الاسود كيشد اشعه الشمس. كنبلوه بالماء عادي ديال لو روبيني ولا الماء المعدني، وكنديروه فوق شعرنا باش كنحميو الشعر ديالنا على اشعه الشمس وعلى الماء. ديالكم مستمعاتنا اليوم حديثنا على الشمس، كيفاش السيده تستفد من منافع الشمس، ولكن في نفس الوقت توفر لنفسها والاسره ديالها وقايه شامله من مضرات الشمس اللي كيف كانت كتكلم عليها خبيره جميل والمكياج صفاء بوجناح. بالنسبه للبشره هناك ظهور مبكر للتجاعيد والعلامات الشيخوخه وطبعا التلوينه اللي ما كتبقاش صافيه ديال البشره والبقع السوداء والكلف وغيرها. وبالنسبه للشعر كنعرفوا على انه ايضا الشمس كتنشف شف الشعر وتعرض للشمس بشكل غير يعني غير محمي كتقدر كذلك تعطي داك التقصف ديال الشعر اللي كيولي كله بحال شي شتب ناشف والراس ديال الزغبه كيتقسم على جوج. عندنا اسئله غادي ناخذوها ونجاوبوا عليها. غادي ناخذوا ربحه من الدار البيضاء. اهلا بك ربحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الفل. لاباس عليك؟ الحمد لله. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج وكتفيدونا، الله يجازيكم بخير. الله يبارك فيك، شكرا على وفائك. بارك الله فيك. الاصوات ومرحبا بسؤالك للخبراء ديالنا. انا كنشكر خويا عماد، كنشكر صفاء بوجناح، كنشكر مرحبا بارك الله فيك. اختي بغيت نطرح واحد السؤال على اخت صفاء. اييه لالا مرحبا. عندي اختي عندي الشمس ضربه ليا وجهي، ضربه ليا وشاده ليا حتى في يدي، يعني بحال هذاك الشيء كيقرصني في وجهي. وكندير ليكخو، كندير كاسكيطه بحال هكا ملي كنخرج وكل شيء، ولكن هذاك الشمس ما بغاش كتحيد ليا من وجهي، يعني وجهي ملي كنتمشى شويه كيولي ليا احمر. واش دابا عندك بقع ملونه يعني مغلوقه في البشره، او لا عندك بحال الحساسيه، عندك حموريه؟ عندي حموريه. عندك حموريه في البشره؟ واخا شحال هذه الوقت باش ظهرت هذه الحموريه؟ تقريبا قبل رمضان هكاك. قبل من رمضان؟ قبل من رمضان. استعملتي شي منتوج لوجهك؟ لا، غير داك الشيء اللي تيقول لنا الاخ عماد، بحال دابا كندير داك زيت اللوز كنديرو لوجهي. بحال هكا كندير بحال كشي ماسك يعني ديال الخضار ولا ديال الفاكهه. ولكن هذا الشيء ماشي كديريه وتخرجيه طبعا للشمس، هذا الشيء حنا متفقين خصو وقته فاش يدار. لا حبيبه ديالي كنديرو غير في الدار، يعني ما كنخرجش في كاع الشمس. صفاء اسمحي لي، غير واقي الشمس شحال شحال الوقت كديريه؟ كنديرو عام اللي كنبغي نخرج اختي صفاء. واخا يعني مثلا الا خرجتي نهار كامل كديري قبل وكتخرجي ما كتعاوديش تجديه في النهار؟ لا، يعني انا اصلا ما كنخرجش بزاف للشمس. واخا ولا الواقي الشمسي شحال فيه ديال الحمايه؟ فيه 50، يعني فيه 50 زائد، يعني دايرين سمعتك واحد النهار قلتي زائد بحال هكا 50 بلس. واخا غير بغيت نشرح بانه الواقي الشمسي خاصو يتجدد كل ساعتين. واخا نكونوا كنطبخوا في الدار وكنا هضرنا على هذا الموضوع سناء، راه تبارك الله حنا بلاد اللي فيها الشمس طول السنه، ومع غير مع لو فوغ مع الفران مع الطياب مع هذا، خاصنا ضروري نديروا الواقي الشمسي حتى في الدار ديالنا. يعني تولي عندنا عاده جماليه ولا عاده صحيه كما بغينا اللي هي عاديه. نعم اختي، واحد السؤال اخر الا جات على خاطرك اختي. مرحبا. واحد دابا انا شعري كندير الفولار. ايه. وعرفتي كله تقصف ليا، كله نشف بزاف كاع، يعني ولا ناشف كاع بزاف، ما عرفت. كندهنو، كندير ليه زيت الكوكو، كندير ليه زيت اللوز، ولكن مع الاسف يعني ديما مقطع ليا وناشف. كديري شي سيباغا؟ لا ما كندير ليه نهائيا، انا ما كندير ليه حتى شي حاجه، يعني محتاجبه دايره الفولار، ما كندير لي حتى شي حاجه من غير زيت اللوز ولا زيت هكا شي زيوت، شي ماسك ديال الزيوت وصافي. يعني طبيعه شعرك من الاول ما كانش ناشفه، ما كانش مقصفه؟ لا ما كانش ناشف بزاف، يعني مؤخرا هاد الايام كاع ولا ناشف بزاف.
مع واش عندك مشكل انه الشعر هرب لك من القدام مثلا؟ هرب ليا من القدام. شنو هي النوعيه ديال الفولار اللي كتستعملي؟ لاكاليتي ديال الجوده، الجوده ديال كندير له، كندير ديما لو كوطون، يعني الفولار ديال الكوطون كندير دوك لي باندات ديال الكوطون، ديال الكوطون من التحت. الوغ بالنسبه للشعر اللي كيكون كيهرب سورتو السيدات اللي كيديروا الفولار، فكتكون اما النوعيه ديال الفولار ما معاوناناش، الا ما كان مثلا كانت الفيسكوز ولا كان نيلون ولا شي حاجه، خصنا نعرفوا بان كيقدر يجينا واحد النوع من انواع الفطريات ولا الشامبينيون للشعر، بان الشعر ما كيتنفسش، فخصنا ضروري نديروا البال للنوعيه ديال الدره السيده اللي كتستعمل. ثانيا يعني اكثر زعما لو بلوتو بوسيبل في اقرب وقت يكون عندنا فرصه اننا نحيدوا الفولار مثلا في دارنا، فنخليو شعرنا باش تنفس تريح وتنفس. نديروا مساج ما فيها باس، اللي درنا مساج لشعرنا في الصباح وخصوصا في الليل كنحفزوا الدوره الدمويه انها تنشط، والشعر كتكون لا سيركولاسيون سانغين مزيانه وكيولي كيتنفس مزيان. نمشطوا شعرنا بمشطه اللي تكون مزيانه، ما تكونش مثلا ديال الحديد ولا تكون اون بوا. وبغيت نقول لك شي حاجه واحده اخرى ونسيت ذكرناش هذا. واخا حنا غادي نتفكروا ونجاوبوك. فهذه كلها امور مهمه بالنسبه للشعر اللي تقصف وطريقه شنو الوصفه. فوالا. والسيدات اغلب السيدات اللي كيديروا الدره كيجمعوا دائما شعرهم شينيون وكيجبدوه اللور. واش هكا كتمشطي شعرك رابحه؟ هكا كتجمعي شعرك؟ كنجمعوا ديما اللور شينيون. كتجمعي يعني على شكل قرصه كديريها اللور؟ اييه، ولكن ما كنغيروش، يعني كنعن ديما في الدار كنعريه كنغطي. وليني واخا هكاك حيت لفات دائما الشعر لو ميم موفمون، فهو كيتبع نفس الطريقه ديال كتجمعي حتى هي كتخلي الشعر كتخلي. انا كنصحهم انهم يديروا نهار اي نهار لا فرقه، مثلا نهار يديروا فرقه في الجنب على اليمين، مره يديروا نغد ليه يديروا فرقه على اليسار، مره يديروا الفرقه مثلا على الوسط. بشحال هذيك انه السيدات كيديروا الباتشا، وكان ديك الباتشا يعني اليوم راه عندها منافع، انه كتمشط بواحد الشكل دائري الشعر، مره كتمشطوا على اليمين مره على اليسار. واش الباتشا كعاده صحيه؟ ماشي كل نهار، لان الباتشا الا بقينا كل نهار كتاخذ نسايا واحد لو موفمون، وكتقدر واحد الاتجاه، وتقدر تضرنا في الراس ديالنا، لان كاع الثقل ديال الشعر كيمشي في واحد الجهه. الباتشا نديروها مره ولا جوج مرات في اسبوع من بعد ما كننظفوا الشعر ديالنا، باش نتجنبوا اننا نديروا لي بلاك ولا نتجنبوا اننا نصيبوا شعرنا. كتعطي منافع اللي هي زوينه، ولكن السيدات خصوصا السيدات اللي كيديروا الدره، ولا حتى السيدات اللي ما كيديروش الدره وعندهم واحد القاعده انهم دائما شعرهم اللور مجبدينه اللور، كنصحكم انكم ديروا الفرقات يعني تخلفوهم، وبعض المرات نديروا الفرقه ديال الوسط باش عمر الشعر ما كياخذ واحد المنحه معين ولا واحد الشكل اللي هو معين. صافي اتفقنا رابحه، تهلا في راسك. لا بغيت توصل ليا واحد الميساج لخويا عماد، الله يجازيك بخير. اي مرحبا. عندي حبيبه ديالي، عندي صادات هي بزاف في يديا وفي ركابيا وفي الصبع ديال رجليا. واخا حنا غادي نجاوبوك على هذا السؤال، هذا تهلا في راسك. غادي ناخذوا بشرى اللي معنا. اهلا بك بشرى، اللي بغات تسولنا على الشعر والتعرض لاشعه الشمس. معنا كذلك اسماء، يلا غادي نلخصوا ونجاوبوا على كل مستمعاتنا. حتى انت يا ليلى عندك سؤال على الشمس والحمايه او الوقايه منها، مرحبا بك. الحمد لله، الله يبارك فيك. نورونا بهذا البرنامج، والله العظيم راكي عزيزه. ربي يخليك، شكرا لكم، الله يكبر بكم. تفضلي شنو السؤال ديالك لصفاء والدكتور عماد؟ عندي سؤال تقريبا بحال الاخت اللي كانت هضرات. عندي الشعر تندير ليه خلاص صباغه، اييه، ولكن عندي زغبه واقفه. زيت الاستعمال يومي دابا من بعد ملي نغسلو نبقى ندهنها. واخا، وشنو العلاقه بالشمس؟ لان موضوعنا اليوم على الشمس، يعني ماذا بيا الاسئله ديالكم تبقى في الموضوع. لا انا كنعري راسي ملي كندير كينشف، كيزيد ينشف ليا. شنو ملي كتعرضي للشمس كتحسي بشعرك كينشف؟ ناشف، بغيت شي زيت اللي نبقى ملي ندخل للدار وندهنو مورا الغسيل. واخا. وعطات لي كنتي الله يستر عليك ديك الترطيبه اللي قالها الدكتور عماد اخر مره. واخا. بغيت يعاودها لي، الله يحفظك اختي، الله يستر. واخا، مرحبا بك. ان شاء الله غادي نجاوبوا اكيد على هذه الاسئله، وهذا السؤال ديال نشوفية الشعر مع تعرض للشمس راه غيكون منتشر وشائع. غادي ناخذوا اسماء اللي معنا من الدار البيضاء. اهلا بك اسماء. اسماء. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تحيه للبيضاويات. بارك الله فيك اختي سناء، كي دايره دكتور عماد؟ كي دايره صفاء؟ بخير اختي، من كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. الحمد لله. عرفت اختي سناء، بغيت نسول الدكتور عماد على يدي. اييه.
يدي هاد الايام كنحس بهم بحال الا تحالوا ليا من الصبعين للفوق قربوا يوصلوا البلاصه فين كنديروا مكانه او بغاسلين كان لي كحال واخا ما كنتعرفش انا الشمس يعني على الدار وما كنتعرفش فيها الشمس بزاف وبزاف الناس قالوا لي راه جافيل راه المواد ديالكم ضعيفه والشمس ما عرفتش شنو غادي ندير لهم. نعم انتيا شحال تقريبا كتعرضي للشمس في النهار؟ لا ماشي بزاف ماشي بزاف غير الا كان عندي شي سخيره في الساعه نهبط صافي ماشي غير الحانوت ولا واخا واليدين ديالك حلو حنا غادي نشوفوا ان شاء الله شنو غادي يقول لنا دكتور عماد في هذا المادة هذه. بالنسبة للمساحيق اللي كتستعملي واش كديري د العبار؟ مؤخرا درت شوية د العبار وكنت كنديرو دائما ولكن درت ديال العبار صح واخا الزوج ديالي قال لي واقيلا هو وراه دكتور عماد هضر وعاود على هاد المواد اللي كيقول لك قوم تفاداوها يعني ما تاخذوش ما تغامروش بالصحة ديالكم وحنا غنرجعوا نسولوا على هاد المادة هذه. تفضلي عندك شي سؤال أخير لأنه غناخذوا سارة معنا من الدار البيضاء. سارة أهلا بك. ألو أهلا بك سارة من الدار البيضاء. شكرا ميرسي. مرحبا بك. ميرسي ديجا بوغ البرنامج كيفيدنا بزاف. دو غيان مرحبا. بارك الله فيك. بغيت غير نسول أنا عندي لي شفو دايما كولوري. إييه. مع لي شفو بدا لي لي شفو كري ودايما خصني نصبغ. ودوكو مع لي لافاج راك عارفة كيبدا يتبدل اللون مع الغسيل. إي جي بخي دي شامبوان بلو. لي سيحيدو لي لوغو ولكن دائما خاص لي سوان لي شوفو كولوري سينو كلهم عادي تيبقاي تيكشف الشعر اكزاكتومون بحال كيكشف اللون كيمشي وكيبقى اللون فيه ما بحال باهت لا اللون كيبقى غادي وكيمشي لورانج عرفتي انا هذا تنداويه بلي 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 شامبوان ولكن مادا بيا ان تخوك حيت شنو تيقولوا لي دائما خصك ترجعي للسوان في لي سالون دو كوافور ولكن مع الوقت وداك الشيء سي با بوسيبل اكيد سي با بوسيبل. شحال في عمرك ساره؟ جي 30 عام. 30 عام واخا وهذا المشكل ديال الشيب ظهر لك شحال هذه الوقت؟ لا حيت دابا انا دوبي شحال دوبي 23 وانا عندك هاد لي شوفي دي لون دونك هذا مشكل وراثي. لا ما كانوش عندي اون فات حيت كنت كنصبغ شعري بزاف سين فوت لي ما كانش خاصني ندير وكيقولوا لي مع الصباغه بزاف كدير لي شوفي بلون اي دوكو انا دابا عندي لا غاسين كلها شوفي بلون ولو سي اوبليجي باش نكمل في الصباغه سي ان بياج اون فات. واخا واليوم انت كتعرضي للشمس بزاف؟ وي اسي ودابا مع الصيف وداك الشيء بغيتي تعرف شنو لا بروتيكسيون لا ميور بروتيكسيون احسن وقايه اللي تستعملي للشعر؟ لا مادا بيا الله يخليك اعطيني شي سوان نديرو في الدار ساهل اللي نقدر نديرو في الدار بلا ما نديبلاصا فيغ لي سالون كوافور. واخا وهذا سؤال مهم غادي يجاوبوك عليه بوجناح ودكتور عماد. اها الو وي حنا معاك ساره. وي شكرا اسمحي لي غير هاد لو ما يبدلليش لا كولور دي شفو اللي تندير. واخا صفاء بوجناح شنو تقول لساره هي معنا على الخط؟ بوكو ساره صباح الخير ساره ولكن في نفس الوقت فهمناها يعني تغلبات تغلبات جو كومبخون بارفيتمون ما يمكنش اشاك فوا ترجع للصالون غيكون عندها واحد الميزانيه مكلفه. الوغ السؤال ديالي الاول اشمن لون كديرها ساره كوم كولوراسيون؟ لو رو تندير لو 7 ولا لو 8 C'est-à-dire un châtain foncé ou un châtain clair? Non, je suis dans le blond cendré. Ah, le blond cendré. Le blond cendré ou là le nude? Oui. Ouaha, est-ce que tu as déjà décapé? Tu as décapé le char ديالك? Qu'est-ce que tu as décapé le char? Tu as décoloration. Décoloration. Non, non, jamais, jamais. D'accord, donc c'est sur couleur naturelle que dirige de la coloration. Il y a forcément, on dit qu'on fait l'ammoniaque. لا وي فوالا دوك لي شوفو بلون لي غاسيل لي تيطلعو ديما تيديرو لي فيه الامونياك حيت سي با بوسيبل مي لو ريست سون امونياك فوالا اكزاكتومون بغيت تكون اون كونسونتراسيون ديال الاكسجين هو اللي كيعطي داك لا كولور غريزوني بحال هكاك هذا هو اللي كيعطي المشكل اكثر مع الامونياك الا تدخل معاه في يعني اون رياكسيون والمشكل دابا شنو هو راه الجذر ديال الشعر ديالك دابا هو اللي كلاصا يعني انه تضرر هو اللي بقى فيه هذا المشكل هذا ديالاش ان لا ميلانين ديالك ما بقاتش كتفرز بواحد الطريقه طبيعيه دونك ني با نورمال هادشي علاش عندك هذا المشكل هذا في لي شوفو ديالك ولكن حتى القضيه ديال الصباغه ان خصنا
حتى القضيه ديال الصباغه اننا خصنا نقلبوا على شي صباغه اللي غادي تكون خفيفه حتى في لا كونسونطراسيون ديال هاد لي ماتيير. والصباغه اللي كتخدم بالريفيلاتور ما كتخدمش بسميتو ما كتخدمش بالاكسجين. فهذا هو البروبليم وقال كيبان ليا ان خصها وحتى لونتروتيان. ساره الا بغيتي تتواصلي معايا اون ميساج بريفي ان نعطيك لا غام اللي ولات دابا اون غام لي سون سيليكون سون سولفات يعني كتحافظ على الشعر شيئا ما, واللي هي كتحاول انها كتخلي البيغمون ديال لا كولور حتى لوي سيمين يعني تقريبا حتى شهرين كتبقى لا كولور ديالك زوينه واخا مع لي لافاج. بالنسبه للو سوان كاين بزاف ديال لي سوان الى دكتور عماد يعطيها ولا يعطيها ايضا واحد العنايه. كاين دي سوان اللي بور ايدراتي انك كديري هاد لو بلون سوندري فورسيمون لا كونسونطراسيون ديال الامونيا كتكون تري زيلفي فالشعر بطبيعه الحال راه كياكل كما قال دكتور عماد الدق. فضروري خاصك تعتني به من ناحيه الصحيه وتعتني به من ناحيه الجماليه اللي هي لا كولور. اتفقنا ساره؟ داكور ميرسي. خليك معنا في الاستماع دكتور عماد غادي يعطيك ان شاء الله ماسك وعنايه للشعر واللي غادي تخليك تنقصي من طريقه والوتيره باش كتمشي لي سالون دو كوافور ان شاء الله ما يكون غير الخير. غادي ناخذوا مازال معنا جوج مستمعات على الخط, غادي ناخذوا اسئلتهم في عجاله باش نرجع لكم لانه مازال غتعطيونا وصفات. دكتور عماد عندك وصفات اللي غتقدمهم لمستمعاتنا. معنا اول شيء اسماء من برشيد ومعنا فاطمه الزهراء هي من مراكش. اسماء من برشيد السلام عليكم. اهلا بك اسماء. شكرا بزاف على البرنامج. مرحبا منور بكم. شنو سؤالك؟ بغيت نقول لك الله يعطيك الصحه البشره ديالي إيه؟ حساسه لواحد الدرجه ما كتخيلش, ما كنقدرش ندير اي برودوي اي ماسك ما كنقدر ندير حتى شي حاجه. كندير اكرون 100% والله ما عرفت الا خرجت الشمس وجهي حمار حمار وديك الحموريه كترجع لي بالكحوليه. ديجا البشره ديالي سمراء واللون ديالي ماشي موحد. شحال هادي ديال الوقت هو عندك هاد المشكل ديال حساسيه البشره؟ هادي هي لابو ديالي يعني من انا من ديما منين عقلتي على راسك وانت عندك البشره هكذا والوجه ديالي يعني بلاصه دهنيه يعني فاش كنعرف وجهي كيولي فيه الزيت وبلاصه ناشفه. واخا انا غادي قبل ما نخلي الخبراء يجاوبوك وينصحوك, واش عمرك استعملتي شي حاجه للبشره ديالك؟ كنت واحد مجموع ما عقلتش شحال هذا واحد لاكان فيها جيل نيتويون فيها بزاف مفتيح وفيها بزاف تخربيق. انا درتها شي سيمانه بحال هكاك ما كملتهاش لقاش حسيت بها بحال هكاك. جات لك على لابو ديالك. واخا درتي شي ماسك للوجه ديالك اللي كيقشر ولا درتي شي ماده كيميائيه للوجه ديالك شي بوماده؟ اما قدرتي شي بوماده ولا شي ماسك اللي كيقشر درتي للوجه ديالك؟ لا ما كنقدرش نخربق ليه بزاف حتى لي ماسك والله ما عرفت. بغيت شي ماسك دابا نتبعو وما عرفتش شنو غندير حيتاش حساسه بزاف اي حاجه كنديرها كتحمر لي وجهي. اوكي كيدن اول حاجه بعدا لي كونطوطال خصك تقلبي على واحد لي كونطوطال اللي كيصلح البشره جد حساسه. الحساسه اللي كندير هادي البشره الحساسه و 100% ايبر سونسيبل جد حساسه ضروري انك تستعملي هاد لي كرون هذا من هاد النوع هذا وما تستعمليش شي ماده اخرى اللي ما فيهاش او ما كيكونش مكتوب فيها هاد ايبر سونسيبل يعني بشره جد حساسه. علاش؟ لان دابا عندك واحد البشره اللي كتعطيك الوقايه ما بقاتش والبشره اللي تحت منها هي اللي ولات فيها واحد الحساسيه يعني كتولي سنتيبش يعني بحال كتعرى وكيولي دوك المستقبلات اللي عندها فيهم كما كنقولوا حنا سنتيبل بزاف يعني غير ملي كيتقاسوا او حساسين بزاف كيعطوك هذا المشكل هذا. وبالنسبه للطبيعه فزيت اللوز الحلو وضروري انك تاخذ زيت تكون طبيعيه 100% او زيت بذور الخيار حتى هما كيصلحوا لهذا المشكل هذا ديال البشره ملي كتكون جد حساسه وخاصه في هذه الفتره هذه اللي كتكون سخونه بزاف. وغير نضيف سناء اسمحي لي هو كاين واحد لاكام اللي خاصه بالبشره اللي كتكون حساسه بزاف اذا كانت السيده كتستعمل مثلا مواد تجميليه لا المكياج ولا اي ماده بغات كريم دو جور ولا هذا تواصل معنا الا بغات غنعطيها السميه هاد الماده او هاد لاكام خاصه بالناس اللي عندهم بشره حساسه ما كيكونش فيها الزيوت ما كيكونش فيها الروائح فتقدر تستعملها وتلقى عليها راحتها. وحنا غادي نرجعوا مازال ونشوفوا شنو الوصفه اللي كتنصح بها ضد الحساسيه ديال البشره. دكتور عماد غادي ناخذوا فاطمه الزهراء معنا من مراكش. اهلا بك فاطمه الزهراء. عليكم السلام. لاباس عليك؟ شخبارك؟
جزاك الله شكرا. عافاك سؤالي عافاك بصرتي بصرتي نشفه وحتى ما كندير لها ما كنستعمل حتى ما كنستعمل حتى مواد هذوك الكومادات هذاك الشيء ما عمري استعملتهم. عمرك درتي كريمه واقيه من اشعه الشمس وعندك حساسيه في البشره؟ عملت هذاك الشيء انا كاع وحتى شعري ناشف شعري شعري ناشف وكيف بزاف. هذا السؤال انا غادي نجاوبوا عليه فاطمة الزهراء. اول شيء غادي نرجع طبعا للخبيره جميل والمكياج صفاء بوجناح ولدكتور عماد دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي التداوي بالاعشاب. طبعا اسئله اللي توصلنا بها كثيره من عند مستمعاتنا على ترطيب الشعر وتغذيه الشعر والحمايه ديالو باش ما يكونش هناك جفاف وتقصف للشعر مع اشعه الشمس. ونهضروا اول شيء على الشعر، شنو اهم النصائح ديالكم صفاء وعماد؟ وبقات لنا اقل من 10 دقائق. الوغ انا الوقايه ما نستعملوش مواد كيميائيه، نجنبوا الكيراتين ولا اي ماده اللي كترطب الشعر بحال ليساج اي نوع من انواع ليساج خصوصا فصل الصيف. نجنبوا باكت زعما يعني لو بلو بوسيبل اننا شعرنا يولي عنده كونتاكت مع الماء ديال البيسين والماء ديال البحر. نجنبوا نستعملوا المواد اللي كنستعملوا الجسم ديالنا باش ناخذوا اللون للشعر ديالنا. نستعملوا نجنبوا عفوا الصباغات لي ماش هادشي كلشي فصل الصيف نساوه. وكنصح السيدات بانهم ما يقطعوش شعرهم قبل من الصيف، يقطعوهم بعد فصل الصيف باش يلاه يحيدوا داكشي اللي كيكون تقصف واللي كيكون تحرق باش يعاونوا على انه يطوال ويزيان في الخريف في بداية الخريف. دكتور عماد دكتور الصيدلة والمختص في العلاج وفي التداوي بالأعشاب، مستمعاتنا طلبوا منك وصفة لترطيب وتغذية الشعر في العمق ديالو وفي نفس الوقت غادي تحارب الجفاف مع أشعة الشمس. فهنا غادي نتصاحبوا مع ثلاثة ديال الزيوت في هذه الفترة ديال أشعة الشمس وهذه الفترة ديال الحرارة، اللي هي زيت راشم القمح، زيت لافوكا، وزيت البابونج. زيت راشم القمح، زيت لافوكا، زيت البابونج، معلقه كبيره من كل زيت او قريعه قريعه من كل زيت كنخلطوهم مزيان وكتوليو كدهنوهم كسيرهم كل ليله. اذا كل ليله ملي كترجعوا من البحر او طيله اليوم، اذا في الليل كناخذوا شويه في يدينا من هذا الخليط وكندهنوا به الشعر ديالنا يعني لي بوينت وكنباتوا به كنداوموا عليه يوميا طيله هذه الفتره هذه ديال الحراره وديال اشعه الشمس. فهما زيوت اللي كتكون مغذيه مرممه وزيوت اللي كتخلي لنا داك المرونه ديال الشعر ديالنا. زائد ان الى لقينا نقدروا نلقاو الامكانيه ان حيت بزاف ديال الاخوات ما كيبغوش يستعملوا داك البوني ديال العمان، فمن الاحسن اننا نستعملوه نشوفوه من واحد النوع اللي كيكون جيد، فراه الثمن ديالو راه ما غاليش بزاف. وهو نحاولوا نديروه عادي الا بغينا نعوموا في البحر ولا نعوموا في لابيسين هكا كنعطي واحد الوقايه كامله. علاش؟ لان البحر ما بقاش كيف ما كان، دابا ولا التلوث ولات العوامل الخارجيه ولات الاشعه فوق البنفسجيه. دابا كاين لي في بي ولي في ا، ما تنساوش بان راه ولاو لي زو في سي كيدخلوا لينا عبر الثقب اللي عندنا في السماء ديال الاوزون اللي ولاو خطيرين جدا. وهاد الاشعه سريعه الامتصاص، وهاد الاشعه الا دخلت لينا مع المسام ديال فروه الراس ما تنساوش بان فروه الراس المسام ديالها الخطوره ديالهم او المواد اللي كتدخلنا منهم اصعب انهم تدخل من الجلد ديالنا، فضروري ندير واحد الوقايه. وكذلك دابا راه حتى بالنسبه للمحجبات كنخرجوا بعض الانواع ديال لي بيركيني او يسمى يعني بواحد المايوهات ديال السباحه خاصه بهذا يعني بهذا بالناس اللي او السيدات اللي كيديروا الزيف، فمن الاحسن يديروا واحد الحمايه كامله للشعر ديالهم ويحيدوا نهائيا الزيف ديال البوليستر. الزيف اللي كيكون فيه المواد يعني غير راه كيبان وكيعرفوا السيدات تبارك الله راه ما كيزمد الشعر وكيأثر سلبيا على صحه الشعر والفروه ديال الراس. بالفعل وكاين الحمد لله الزيوف دابا ديال القطن كثار والاسمنه متوفرين. علاش؟ لان القطن كيكون سريع الامتصاص والقطن كيعطي واحد التهويه. عندك القطن، عندك اللولا اللي هو يعني كيستخرج من ماده طبيعيه اللي هو زريعه الكتان، والناس يعني كل واحد وحسب جيبه. حتى كنمشيو للاصواف هادو كلهم كيكونوا دي يعني انواع يعني ديال الثوب. اهم شيء في اختيار نعم الثوب المستعمل في الزيف هو يكون قطني ماده طبيعيه. فالقطن طبيعي نعم، فالقطن طبيعي والكتان طبيعي والحرير طبيعي. انا كان عندي سؤال لك دكتور عماد، كيف سمعنا اسماء 30 او ساره 30 سنه وخرج لها الشيب بكثره استعمال الصباغات للشعر؟ واش الصباغه
كتهرب اللون طبيعي للشعر. اكيد لان الشطر ديال الشعر كتأدي لظهور الشيب. الشيب هو دي بيغمونطاسيون، الشيب هو الزغبه ما بقاش فيها لا ميلانين دونك او الزغبه فقدات ديك الحيويه ديالها. علاش؟ لان الجذر ديال الشعر قلنا فيه لي ميلانوسيت اللي كنهضر عليهم ديما، هاد لي ميلانوسيت هما اللي كيفرزوا لا ميلانين. الميلانين هو اللون ديالها كيكون اسود. إذن إلا حيدنا بحال واحد كيكون عندنا واحد القارورة، واحد القريعة اللي كيكون فيها واحد اللون أسود وكنحيدوه فكتبقى القرعة شفافة، فهذا هو الشعر ديالنا. إذن نتفادوا بحال هاد المواد هادي، نتفادوا نستعملوا الأمونياك كما قالت الأخت صفاء، نتفادوا نستعملوا الأكسجين. أنا دائما في هاد الأمور هادي كنقول إلا بغينا نتهلاو في راسنا ونتهلاو في شعرنا كنمشيو لأماكن مختصة، لأن حتى دوك الناس اللي كتطور اللي كتقرا اللي كتمشي مع الوقت وكتعرف هاد الأمور هادي، فإلا بغينا نتهلاو في راسنا نصبروا واحد شوية ونستعملوا هاد المواد. بغيت كذلك نسولك الآن على حمورية وحساسية البشرة، كيف سمعنا في اليدين في الوجه، شنو هي الوصفة الملائمة لحساسية البشرة اللي كتكون بسبب أشعة الشمس؟ أكيد فهنا خصنا ضروري نستعملوا واحد المواد اللي كتكون مبردة، مواد اللي كتبرد علينا. ما كاينش ما كنلقاوش ما حسن من لابيكتين. إذا لابيكتين اللي كنلقاوها في المشماش كنلقاوها في الخوخ، إذا كنديروا واحد الخليط ديال زيت بودور الخوخ وزيت بودور المشماش، معلقة كبيرة من كل زيت، كندهنوها على البشرة ديالنا في الصباح وفي الليل، وهكا كنعطيو واحد الحمايه للبشره ديالنا من هذا الحمارة. مساله اخرى، واحد البتيتاستيوس كنديروه للحمايه 100% ضد اشعه الشمس، هو كندهنوا زيت لافوكا في الاول كنخليوها واحد الساعه عاد كنديروا ليكرون توتال من فوق منها، فهكا كنرفعوا من القوه ديال الحمايه ديال ليكرون توتال 5 ديال المرات حتى 6 ديال المرات، وكيمكننا نستعملوا ليكرون توتال غير من 4 سوايع 4 سوايع، يعني بحال كنزيد واحد الساعتين ديال الحمايه. بالنسبه للسيدات اللي سولونا على المساحيق المستعمله في تنظيف البيت وعلاقتها مع الحساسيه، اكيد فالمسحوق كما قلت ومازال كنعاود ان ملي كيكون ديال العبار داك لو سائل او داك لوكسيد دو كلور هي واحد الماده اللي خصها واحد المعيار خاص. هاد الناس اش كيديروا؟ كيجيبوا لوكسيد دو كلور كيخلطوه بطريقه عشوائيه مع الماء وما كيعرفوش المكونات. الا زادت واحد درجه الحموضه ديال هاد المواد هادي فكتحيد لينا الماء من الجلد من البشره ديالنا، وكتقتل لينا ديك البشره ديال الحمايه، ديك البشره اللي كتسمى لا كوش بغيونت، هذيك البشره اللي كتعطينا واحد الحمايه وكتعطينا واحد لابغيونس كتموت وكتمشي. وشنو كيولي؟ كيولي ان البشره اللي لتحت معرضه لاشعه الشمس، وكذلك هي اللي كتعطينا هذه البقع. علاش؟ لان كتولي عندنا الميلانين كونسونطري في هذه البلايص هذه. واخا دكتور عماد، ساره وكل الاخوات اللي بغاو يوقفوا استعمال الصالونات ديال الحلاقه والتجميل لوضع الصباغه او العنايه او دي سوان، وبغات واحد لو سوان في البيت، شنو نصيحه ديالك؟ فلو سوان في البيت الاعشاب ومن الوصفات الطبيعيه المضمونه والامنه. اكيد فلو سوان كيخصنا مواد اللي كتكون مغذيه، مواد اللي كيكون غنيه بلا فيتامين او، راه حنا ذكرناهم. يمكن نزيدوا عليهم زيت الزعتر، زيت الزعتر حتى هي ما كتستعملش بزاف وعندها فوائد كبيره. زيت اللوز الحار، ماشي اللوز الحلو ولكن اللوز الحار حتى هي اللي فيها واحد الماده اللي كتكون كونسونطري واحد شويه على الاميغدالين. كيمكننا نستعملوا كذلك زيت الذره، زيت الذره اللي هي الثمن ديالها رخيص وما غاليهش بزاف. زيت الصوجا، فهذو كلهم زيوت اللي كيمكن نستعملوهم كسيرومات في المباشر ديالنا. مباشر على تطبيق الصوت تيسولوني الاخوات على زيت الزعفران. نعم، فزيت الزعفران مزايا كبيره ومزايا كثيره، غير هي كتكون الثمن ديالها شويه غالي، ولكن الا بغيتوا تستعملوها في الدار ديالكم فغنعطيو واحد الحيله بسيطه. اننا كناخذوا واحد غرام ديال الزعفران الحر، كنديروه في كاس كبير ديال زيت الزيتون، كنحطوه في حمام مريم واحد مده 20 دقيقه وكنخليوه 7 ايام. اذا 7 ايام علاش؟ باش ديك الصفخانيل والصفخانول دوك لي دو ماتيغ او دوك كما كنقولوا حنا لي سوبستانس اكتيف، دوك المواد الاساسيه ديال الزعفران كتذوب وكتكونسونطرا بزاف ديك الزيت، وهذيك الزيت راه ملي كتشموها كتلقى فيها ريحه الزعفران اللي كتكون مجهده، فهذيك كتولي زيت ديال الزعفران. كتصلح لتبييض البشره، كتصلح كمغذيه للشعر، كتصلح كماسك للشعر، فهي عندها مزايا كبيره ومنافع كثيره. شكرا لك كثير دكتور عماد، دكتور الصيدله والمختص في العلاج والتداوي بالاعشاب. شكرا لك صفاء بوجناح، العفو، مرحبا، خبيره التجميل والماكياج.